سأذكر جانب مهم جدا جدا قبل أن يفوتني، أن دار الإفتاء تعمل على المصالحة الشاملة وتعمل على المصالحة بين الأفراد وبين الجيران وبين الإخوة. عندنا شيخ عبد الله في كل يوم اثنين تقريبا، في كل يوم اثنين وفي بعض الأحيان نضيف له يوما آخر، نشكل في لجنة في كل أسبوع للفك لنزع الخصومة بين الإخوة، لنزع الخصومة بين الجيران في الأراضي، حتى هذا من العمل بين في الصلح. وكذلك لنا فيه مجهود ولنا فيه ملفات كبيرة جدا جدا حقيقة، يعني تعرف يعني بعد الثورة هناك من أظهر أوراق له ووثائق يدلل على أن هذه قطعة الأرض له وإنما نزعت بقانون رقم 4 أو شيء. فالحقيقة وكثير من المشاكل والحروب أحيانا تأتي من مثل هذه الخصومات. نعم، فتيل هذه هذه الحرب ربما تطفئها دار الإفتاء قبل أن تبدأ. نعم. فحقيقة أن المجهود كبير جدا جدا. نعرف يعني كما ذكرت الخصومات، كذلك منها ما يكون بين الزوج وزوجته، منها ما يكون بين الأخ وأخيه في ميراث. طيب في مجال المبادرة السياسية، المصالحة السياسية، في المبادرة الصحية كما ذكرت أنا. نعم. ذكرت لك بعض هذه المدن. نذكر كذلك ما حدث في مسألة سوق الجمعة و ورفلة، عندما طلب بعض الثوار آخرين مساندتهم في ذلك الوقت، فصار لهم الكمين، ثم بعد ذلك دخلوا إلى مصالحة، شاركت دار الإفتاء بكلمات. يعني عندما أريد أن أذكر جل البرامج التي تتبناها دار الإفتاء في القنوات من بداية الثورة، عندما كانت ليبيا الوطنية وغيرها من القنوات الرسمية، كان سماحة المفتي ومعه من مشايخنا الفضلاء في مجلس البحوث يحثون على هذا. نعم. بل أنهم بحت أصواتهم كما نعم. طيب.